قم بعد الهداف الأول حتى الآن ريكاردو أوليفيرا من الجزيرة. كرة الآن بتلعب لصالح النصر في وسط الملعب الآن ليوناردو ليما، كرة ملعوبة أمامية، محاولة الآن لإيدير، إيدير بحاول خطر جول، خطر جول، وفعلها إيدير. إيدير يبحر مع الفيكتور الآن. إيدير إيدير يتقدم للعميد إيميد إيدير، إذا يحقق الانتصار الأول ويسجل أول أهداف هذه المباراة. إيدير لويس، نعم فعلها البرازيلي، فعلها ابن السامبا إيدير لويس، يتقدم الآن في هذه اللحظات للعميد النصراوي. لاحظ الكرة الماضية، يا سلام، إمضاء فعلا إمضاء جميل من إيدير لويس اللي حط الكرة ببراعة في مرمى الظفرة، وبالتالي يتقدم الآن النصر بهدف مقابل لا شيء. إيدير الذي تلقى كرة جميلة إلى الأمام، إيدير لويس، إيدير لويس القادم من فاسكو دي غاما البرازيلي، يسعد النصراوية. لاحظ لاحظ النصراوية، العودة إن شاء الله بالسلامة لجميع لفريق الظفرة. كرة الآن للأمام، محاولة محاولة لصالح الظفرة، بندر الأحبابي، بندر الأحبابي، كرة الآن ملعوبة، خطر جول، خطر جول، جول، نعم عاد فارس الغربية، نعم الآن يعود فارس الغربية في هذه اللحظات، وتهب رياح الغربية في هذه اللحظات عن طريق مخيتي ديوب الثعلب السنغالي الذي يعيد الأمور من جديد، نعم إلى نصابها. بالنسبة للظفرة، العودة إلى المباراة من كرة رأسية، والله كان مقرب الظفرة وكان يقترب كثيرا من العودة إلى المباراة بعد محاولات خطيرة جميلة رائعة، وبالفعل هذا ما يتحقق له الآن من خلال هذه المحاولة. لاحظ الكرة، بندر الأحبابي، كرة أمامية بالملي، تماما بالملي، بالملي يا حبيبي بالملي، الكرة الماضية جميلة جدا على راس مكيتي ديوب، عدل بهدف لهدف. كرة الآن من بلال نجارين ملعوبة إلى الأمام، محاولة لكامل شافني، أوه كامل شافني، خطر جول، جول شافني، شافني بيشوف الهدف الثاني بعد ما شاف المرمى. فارس الغربية الآن هو من يتقدم، فارس الغربية، لكن هناك أخطاء دفاعية قاتلة للنصراوية في اللحظات الماضية. نعم نعم بهدف، هدف هدف، ومن خطأ أيضا حقيقة فظيع، هدف من خطأ فادح لمدافع النصر. لاحظ لاحظ الكرة الماضية، ترى هذه مو بأول مرة، يعني الخطأ أمام مين؟ أمام كامل شافني. لاحظ الكرة الماضية، محمود حسن وكامل شافني، يا سلام يا الله، بكل ذكاء حطها المغربي، حطها بالزاف تماما، مزيان بالزاف، كامل زافني شافني يضع الكرة، شافني، كرة جميلة، هدف جيل الغربية المتقدم بهدفين مقابل هدف. نعم هي اللحظات الأخيرة، الظفرة يغير النتيجة تماما ويغير الأمور تماما في شوط المباراة الثاني، ويغير نتيجة هذه المباراة. إذن الانتصار بهدفين مقابل هدف لصالح الظفرة على النصر، وبهذه النتيجة، نتيجة حقيقة يعني ثمينة جدا لصالح الظفرة، يذهب إلى النقطة التاسعة. وما الذي يحدث الآن؟ الظفرة يتصدر هذه المجموعة على حساب عدمان اللي تعادل اليوم بثمان نقاط، الظفرة متصدرا إذن وفي صدارة هذه المجموعة الثانية، بينما النصر يظل بثلاث نقاط في المركز الرابع. ما حدث في هذا